نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. ولكن سؤالي، هل مشاهدة الأفلام والتمثيليات في الفيديو وما شابه الفيديو تعتبر محرمة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، مشاهدة الفيديو وأشباه الفيديو في التلفاز إذا كانت فيها الأغاني وفيها تبرج النساء وفيها احتضان الرجل للمرأة والمرأة للرجل أو تقبيل المرأة للرجل ونحو ذلك، كل هذا محرم، لا تجوز مشاهدته ولا استماع أصوات الذين في الفيلم والتلفاز مما حرم الله عز وجل، لا الغناء ولا غيره مما حرم الله، لأن الله جل وعلا حرم على عباده مشاهدة ما حرم عليهم مشاهدة واستماع ما يحرم استماعه من الأغاني والملاهي. فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة البعد عما حرم الله، فلا تسمع ما حرم الله ولا تشاهد ما حرم الله، لا في الفيلم ولا في التلفاز ولا غيرهما. والواجب اعتزال الشر وعدم حضوره، هكذا ينبغي المؤمن وهكذا يجب عليك. يقول الله سبحانه واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعذرهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. فالواجب على المؤمن ان لا يحضر مشاهد الشر ولا ان يسمع اقوال الشر، لا الاغاني ولا الملاهي ولا غيرهما مما حرم الله عز وجل. وكذلك لا يشاهد مسلسلات منكرة أو مشاهدات منكرة من تبرج النساء بين الرجال، من إظهار محاسنهن عند الرجال، من ضم الرجل للمرأة وضم المرأة الرجل، وأشبه ذلك مما حرم الله عز وجل، سواء كان هذا في الفيلم أو في التلفاز. الحاصل والخلاصة أن الواجب على الرجل والمرأة البعد عما حرم الله استماعا ومشاهدة بالفيلم وغيره. طيب.